السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم موقع جيتو ديال خاص ببيع تراخيص الويندوز وأيضا بعض برامج الويندوز وبرامج الحماية كالأفاست سيكيريتي والكاسبرسكي الاي في جي. أيضا يمكنك تعبئة بطاقة البلاي ستيشن ستور والإكس بوكس لايف لمحبي الألعاب، الآيتونز، الأب ستور والعديد من البرامج، وهذا كله يعني بثمن رخيص جدا. ما عليك سوى اختيار المنتج الذي تريد شراء ترخيص له. كمثلا أنا سوف أقوم بشراء ترخيص لويندوز 10 بروفيسيونيل. إذن باي نو، إذن الشراء الآن، نضغط عليها. الدفع يكون بواسطة البي بال أو الفيزا أو الماستر كارد، يعني على حسب يعني بطاقتكم البنكية. وهنا سنضع كود تخفيض السعر بنسبة 20%. هذا الكود سوف تجدونه أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ثم نضغط على ابلي. لاحظوا لقد تم الآن التخفيض، تخفيض السعر من 17 دولار إلى 14 دولار. إذا نكمل. الآن نأتي إلى المرحلة اختيار طريقة الدفع. سوف أختار PayPal ثم نضغط Pay Now، نضغط متابعة. إذا كما تلاحظون لقد تمت العملية بنجاح. نضغط هنا لإظهار المفتاح التفعيل، نضغط على الخاصية Get the Key. إذا هذا هو كود التفعيل الخاص بالويندوز 10 بروفيسيونيل. سندخل إلى الموقع الرسمي لمايكروسوفت ونقوم بتحميل نسخة ويندوز 10، نسخة أصلية. بطبيعة الحال هذه النسخة التي سوف نحملها هي نسخة غير مفعلة وسوف نقوم بتفعيلها. إذا نضغط على الخاصية هذه داونلود، إذا نضغط عليها على هذا الشكل، إذا نضغط على الخاصية. الآن نأخذ هذا المفتاح أو الكي يو اس بي، هذا نضعه في الحاسوب ونختار هذه الخاصية هذه. وهنا في هذه الخانة يعني إن أردنا تغيير مثلا لغة الويندوز المراد تحميله، مثلا هنا الفرنسية، نختار اللغة التي نريد. وهنا يعني هل 32 بيت أو 64 بيت، أنا سوف أختار 64 بيت وسوف أختار اللغة الإنجليزية هذه، ثم نضغط سويفو. إذا ننتظر قليلا لحين يعني تحميل الويندوز على الفلاشة اليو اس بي، ومن ثم سوف نقوم بتنصيبها في الحاسوب. الآن نأخذ فلاشة اليو اس بي التي قمنا بالتحميل عليها نظام تشغيل ويندوز 10، ويندوز نسخة أصلية من مايكروسوفت، نركبها في الحاسوب. إذا في هذه الخانة ندخل مفتاح تفعيل الويندوز الذي قمنا بشرائه من موقع جيتو ديال. ثم نضغط نيكست. إذا كما تلاحظون الآن الكود لقد قبل، نضغط على أكسبت هنا ثم نيكست، ثم نضغط على هذه الخاصية هذه ونختار يعني القرص الصلب الذي سوف يعني نثبت عليه نظام التشغيل. هذا هو القرص الصلب الخاص بي انا، نعمل له فورمات على هذا الشكل ثم نيكست. لقد انتهينا الآن من تثبيت نسخة الويندوز على الحاسوب، ولاحظوا فهي نسخة مفعلة كأنها مشرية من موقعها الرسمي مايكروسوفت. لاحظوا ويندوز is activated، أي نسخة مفعلة 100%، وهي الآن قابلة لآخر التحديثات، تأتيها آخر التحديثات من موقع مايكروسوفت. وللإشارة تفعيل الويندوز بهذه الطريقة فهو آمن وقانوني، بحيث ندخل أو نفعل الويندوز عن طريق مفتاح التفعيل الكي.
أما الطرق الأخرى المعروفة، الطرق العشوائية، فنفعل الويندوز عن طريق برامج الكراكات وإلى آخره، وتلك البرامج تكون ضارة وتكون يعني تجسسية، ويكون مدموج فيها برامج اختراق. فلهذا أأمن طريقة هي تفعيل نسخة الويندوز عن طريق مفتاح التفعيل الكي، وليس عن طريق البرامج، تلك البرامج فهي خطيرة خطيرة جدا. إذا أصدقائي، نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.